لا أكيد، لأنه التجربة البشرية غادا وصلتنا أنه خص يكون فصل السلطات، أنه ضروري ضروري الكل، ضروري الدولة والمجتمع، أنه ما تبقاش السلطة التنفيذية تولي كاينة السلطة التشريعية، ضروري الدولة والمجتمع والأمن والسلامة والقوة والاستمرار والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية والأمن والسلام وعدم التقاتل الداخلي والحماية من المخاطر الأجنبية، أننا خصنا نزيدوا السلطة القضائية. فرا هذه ابتكارات ابتكرتها البشريه كحلول وكآليات مؤسساتيه ديال مواكبه التطور ديالها والعيش الجماعي والمشترك ديالها والامن والسلام ديالها. ثم من بعد البشريه ابتكرات واحد المؤسسات عموميه ديال الحكمه اللي شنو هو الدور ديالها؟ الدور الاول ديالها هو دور تشاركي، هو دور تفاعل الخبره المعرفيه مع الخبره المجتمعيه مع الخبره المهنيه، لان عموما في الهيئات ديال الحكمه كتكون التكوين ديالها مركب من الخبراء المعرفيين، الناس اللي عندهم خبره معرفيه في ذاك المجال، والناس اللي عندهم خبره مجتمعيه في ذاك المجال، والناس اللي عندهم خبره مهنيه. اذا اول كنتلاقاو هاد الاطراف الاساسيه في ذاك، كنتلاقاو مع الثاني في واحد الفضاء اللي كيدفعهم يتناقشوا بواحد الاريحيه ويتفاعل الاراء ديالهم والخبرات ديالهم في واحد الاريحيه بشكل ما يكونوش يعني مشدودين التدبير اليومي والإكراهات ديال اليومي والمصالح ديال اليومي، للي عند المدبر الإداري، اللي عند المدبر المهني، للي عند الفاعل المجتمعي، بل يكونوا مشدودين أصلا يبتكروا حلول مشتركة ومقترحات مشتركة لتجويد ذاك المجال. هذا ثم عاود كنعطيو للمجتمع واحد الآلية أخرى، كنقول له عندك الآلية التشريعية حيت هذه آلية ديال المجتمع، وعندك الآلية التنفيذية كمؤسسة، وعندك المؤسسة والسلطة القضائية، وعندك مؤسسة أخرى اللي كتعطيك إمكان ديال الاجتهاد وديال الاقتراح وديال الاراء مما يجود اداء السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، ومما يمكن من اسماع الصوت ديالك وتجويده. كنجودوا لان هاد الايات هذه هي ما سلطه تشريعيه ما تنفيذيه، هي في واحد الوضعيه هي منخرطه ولكن موضوعيه. فاذا الاجتهادات ديالها بشكل عام كتعكس المطالب ديال المجتمع وديال الراي العام، وكتلائمها مع قواعد وشروط التدبير العمومي، وكتخرج منا واحد المقترحات التي تجود الأداء ديال الحكمة العمومية بما يتفاعل ويتجاوب مع انتظارات وآراء المجتمع والرأي العام. في المغرب، والمغرب للأسف الشديد أنه واحد الدولة ديال المفارقات، وأحيانا المفارقات اللي يصعب عليك استيعابها، وداكشي علاش المغاربه بعض المرات كيطيقوا شي تفسيرات كتبان بعيده على الواقع، ولكن لانه التحليل العقلاني لا يسعفهم في تفسير المفارقات اللي كدير الدوله ديالنا. فاحنا اقررنا دستوريا للمؤسسات، وماشي اقررناه حتى 2011، الوعي باهميه مؤسسات الوساطه ديال الحكمه، سواء كانت مؤسسات ديال الاجتهاد والاقتراح او مؤسسات ديال التحكيم يعني وديال الحكمه، راه بدا في المغرب منذ التسعينات ملي بدينا كنفكروا ان نعيدوا النظر في المنظومه ديالنا السياسيه والاقتصاديه والمجتمعيه للانتقال لمرحله اخرى. بدات قبل ما ندسطروها بدا الوعي وبدينا وعطيناها، دارت ادوار اساسيه بحال المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادوار اساسيه بحال المجلس الشيء الاقتصادي تماما، شباب المستقبل. فاذا لاحظتي راه هذا الوعي الدوله ديالنا كانت مبكره فيه. ثم تقدمنا من بعد ملي وصلنا للدستور دسرنا هذه الهيئات، لانه هذه راه دوله اعمالها منزهه عن العبات، حيت ملي كنقولوا الاعمال العقلاء، الدوله راه هي مؤسسه عقلانيه ابتكرتها البشريه اللي عقلنت العيش المشترك، اللي عقلنت الشان العام، اللي عقلنت الفضاء العام. ملي الدوله اقرت داكشي في الدستور معناه انها واعيه كل الوعي بالاهميه ديالها وسعات الاختصاصات والصلاحيه ديالها وعداتها، على ربما يكون واحد الراي والسلطه الحاكمه انه كان شي تسرع، ولكن التسرع لا يطعن في ان المبدا كان سليما، كون كاع تكون، حيت كان عندنا واحد الاحساس كمواطنين وكفاعلين ان الدوله كيبان لها بحال تسرعات في الدستور. ما كاين باس تسرعت، وما كيعنيش بانه هذيك الاختيار ديال ديك الهيئات، لا، ان اختيار فعلا مطلوب موضوعيا، الديناميه ديال المغرب، المسار التحول المغرب كيطلبوا جيد. هذا احنا المفارقه الثانيه فين كاينه؟ هو انه في الغالب كنتاخروا في تفعيل هذه المؤسسات، كنتعطلوا في اصدار القوانين ديالها، وملي كنصوروا القانون كنجلسوا سنوات باش نختاروا الرئيس ديالها والامين العام والاعضاء ديالها، وملي كاع كيتختار هذا الشيء ما كنبقاوش فاهمين ان ديك المؤسسه بشكل عام ما كتشتغلش بواحد الحيويه. يعني صحيح انا شخصيا ما عنديش معطيات جازمه انه كاينه شي اراده
منظمه ومخطط لها في هذا الشيء، لان كاين مؤسسات كتشتغل وكتخدم، كاين مؤسسات كتوقف عامين وثلاث سنين ما كيسول فيها حتى شي واحد. وعاوتاني ملي الدوله كتبادر تفعل واحد المؤسسه اسباب النزول كيزيد ياكد اهميه ديك المؤسسه. مثلا مجلس المنافسه كنا نسيناه، ملي دارت الحمله ديال المقاطعه الدوله رجعت، اذا هذا كياكد راه الدوله عارفه بانه التوترات اللي ممكن يخلقها التلاعب بقواعد وقوانين المنافسه راه الحل ديالو هو المجلس. هي واعيه بدليل مباشره بعد يعني الحمله ديال المقاطعه جا مجلس المنافسه، فاذا الوعي كاين. لا ومن بعد ملي جينا مجلس المنافسه ملي كنصوبوا خرجنا القانون ديالو تاخرنا في التشكيل ديال عاوتاني ملي كيشتغل مجلس المنافسه ودار واحد الراي بشكل مفاجئ، يعني وقع واحد يعني التوقف ديال المجلس والتوقف ديال تقرير المجلس ما رجع ليه حتى واحد. عاود مجلس المنافسه دابا يلاه صدر تقرير في حق يعني واحد القطاع اقتصادي وتجاري. لا قانونيا هما سياسيين عندهم الزاميه، مؤسسات ديال الدوله هادو من الناحيه السياسيه انا كمواطن لا كنسال الدوله على التفعيل ديال الاراء ديالهم. ماشي حرفيا ولكن لا، حيت هذه مؤسسات ديال الدوله ما يمكنش نتعاملوا معها بعبات وباستخفاف، هذا خطير. الا مؤسسات الدوله تتعامل مع بعضها باستخفاف وبعدم تقدير وما تاخذش بعين الاعتبار الاراء ديالها وهذا خطير. علاش كنتشكاو ان المواطن ما كيقدرش المؤسسات وما كيتيقش بها؟ علاش هي الهيبه ديال الدوله؟ هي الهيبه ديال المؤسسه ديالها كل مؤسساتها. وشنو هي الهيبه ديال المؤسسات؟ هي شنو هي زعما؟ هي المصداقيه ديالها، هي الفعاليه ديالها، هي النشاءه ديالها. والنشاءه ديالها شنو هي؟ هو التفاعل ديالها. احنا واضح لنا يعني بناء القرار العمومي هو في حلقات وفي قواعد وعنده محطات القرار، ولكن من الحلقات الاساسيه اليوم ديال بناء القرار العمومي واللي خص يبان الاثر ديالها في القرار العمومي وفي التدبير العمومي هو المؤسسات الحكمه، هي اللي عندها فقط قوه اقتراحيه بحال مجلس اعلى للتعليم، بحال مجلس اقتصادي واجتماعي والبيئي، هي اللي عندها قوه تحكيميه بحال مجلس الاعلى للحسابات، بحال لاهاكا، بحال مجلس المنافسه، بحال جزء من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، بحال الهيئه ديال النزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربه الرشوه والوقايه منها، هذو الام هيئات تحكيميه. يعني خص يبان يدير خصو يبان. هذا مساله اخرى، طيب المجتمع هو علاش افتكرنا هذه المساله؟ باش الناس دائما ما يفقدوش الثقه ديالهم في الدوله والامل ديالهم فيها والولاء لها. الناس دابا اليوم تتغنى بقضيه ديال الثقه، ما بقاتش بحال زعما شي حاجه رومانسيه ضيعناها. لا، ذهاب الثقه هو بدايه تراجع الولاء للدوله، لان واحد ما كتيقش فيه ما بين. لا هذه امور محسومه، هذا ماشي رايي، هذه امور تكاد تكون ميكانيكيه، رغم ان هذا ماشي مجال الميكانيكا. الناس ما غتبقاش تثق في مؤسسه، ما غيبقاش عندها ولاء ليها، يعني غيولي سهل نعبؤها ضدها، غيولي سهل نثيقوا اي حاجه ضد المؤسسه اللي ما كنثيقوش فيها، غادي نوليو سهل يعبؤون الناس اننا نسيئوا لها واننا كاع نحطموها. لا، خص الدوله ديالنا تكون كتقدر الامور خير قدرها، والمسؤولين في الدوله يقدروا الامور خير قدرها. اذا هذا المنسوب ديال الثقه موضوعيا السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه بامكان بوحده ما تقدرش تحقق هذا المنسوب، لانه في الاداء ديالها بطبيعه الحال كاينه مصالح متعدده ومتنوعه وحقوق، وهذا بشر. فكاين اللي هذيك القرارات وان كانت سليمه ما كتعجبوش كتضر وكيتقلق على هذيك. فهذه المؤسسات هي واحد الوسيله اولا ديال المواطن باش يبقى في وسط الدوله ديالو وداخل المجال المنظم. فملي ما كيكون عنده ملاحظات على السلطه التشريعيه والتنفيذيه يعني راه كيقدر يمشي لهذ الهيئات ديال الحكامه باش يتظلم، او هذ الهيئات الحكامه كتدخل باش انها تنصفه. ماشي ضروري تنصفه بالكامل، لا ليس، ولكن على الاقل كيولي مطمئن. كاين المسؤول على تدبير الشؤون ديالو والمصالح ديالو والحريات والمسؤوليات ديالو. ملي هذاك المسؤول كيقصر كاينه هيئات اخرى عنده حق يلتجئ لها او عندها حق هي تاخذ المبادره باش كتدخل باش كتجود وكترفع من منسوب العدل والاحقاق ديال ذاك القرار وذاك التدبير العمومي. وحنا غاديين هكا، ملي انا ما كتنصفنيش المدبر العمومي، الحكومه ما كتنصفنيش، والجماعات الترابيه ما كتنصفنيش، يعني وهيئات الحكمه يا اما ما كتحركش او كتحرك. من اللي كتحرك راه معناها كتعطيني بشكل عام الحق وكتصيف بحال الوسيط. اذا كان كلام
الوسيط مؤسس الوسيط حقا وهو صحيح وحقيقي, هو صحيح وحقيقي. معنى كل ما يقال على الإدارة هو صحيح. إلى الإدارة ما كتجاوبش مع مؤسسة دستورية كيعين الرئيس ديالها جلالة الملك. فإذا عادي جدا أن نطيق كل الكلام أن الإدارة المغربية ما كتجاوب مع مواطن, رغم أن هذا ما صحيحش, رغم أنه كان واحد التطور كبير في الإدارة المغربية وفي التجاوب عليه. ولكن ملي أنا كمواطن باغي نكون موضوعي كنتصنت لمؤسسة دستورية كتعطيني بالأرقام والنسب الإدارات وأهم الإدارات التي لا تتجاوب مع لا تجيبها حتى ويم. إذن هذه الإدارة راه عادي تخلق هذا الانطباع عند المواطن. بارك الله فيك. يعني عاود ثاني هذه هيئه الحكمه هي بيوت خبره الحكومه والبرلمان المدبر عمومي بطبيعه الحال بيوت خبره. راه كتضل الحكومه تجيب مكاتب الدراسات كتصرف عليها المصاير. المجلس الاقتصادي والاجتماعي خرج عده تقارير كون بغات دير الحكومه ستكلفها الملايين. صحيح هناك اراء وتقارير بطلب من الحكومه او البرلمان, هذا صحيح. وفي السنوات الاخيره تواتر يعني الطلب ديال القطاعات الحكوميه وحتى رئيس الحكومه وديال البرلمان بغرفتيه, ولكن فين كاين الغرابه, فين كاين المفارقه؟ في الغالب القطاع الحكومي اللي كيطلب راي المؤسسه الدستوريه ما كيديرش فيه. هذا غريب. نعطي امثله كثيره, نعطي التقاعد, نعطي امثله كثيره, نعطي مجلس التعليم مع القانون الاطار ديال التربيه والتكوين اللي الاراء ديالو ما تسمعاش. عشرات التقارير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اما باحالات من باحاله ذاتيه او بطلب من القطاعات الحكوميه ما تصنتاتش ليه القطاعات الحكوميه بداك الشيء اللي دار. لا صحيح, هو انا الجواب اللي عندي انه ما عندناش مؤسسات ديال الدوله مندمجه مجتمعيا كتعتبر راسها بان الالتزام ديالها الاول مع المجتمع والالتزام ديالها الاول مع تمكين حقوق وواجبات المواطنات والمواطنين, وانه الشرعيه ديالها الاساسيه هو الرفع من منسوب انخراط ومشاركه ومردوديه المجتمع. فداك الشيء علاش بالنسبه لي المعرفه والاراء والخبرات ماشي مساله اساسيه. في الغالب المدبر العمومي كيعطيك واحد الانطباع, في الغالب ماشي دائما, انه كيدبر هو اليومي وهاد الاراء الهيكليه واللي كتقتدي منه انه يدير 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 مراجعات يعني هيكليه واستراتيجيه على الاداء ديالو, كتبان ليه مكلفه ليه في الزمان والمكان والجهد, هو راه كيدبر في اليوم. وصحيح كاينه مصالح مضاده كتخترق, لانه والراي شنو هو؟ الراي هو في السياسه عموميه. شنو هي السياسه عموميه؟ هي تدبير حقوق ومصالح, والحقوق والمصالح هي متعدده متنوعه واحيانا متضاربه. فمن التفسيرات عاوتاني اللي كاينه من الاجهزه التنفيذيه الحكومه القطاعات الحكوميه والجماعات الترابيه والمؤسسات التشريعيه الفرق البرلمانيه ما كتفاعلش مع واحد الراي, ما كتفاعلش معه خدمه لواحد المصلحه اخرى اللي ذاك الراي لا يخدمها. هذا ماشي بالضروره بسوء نيه, هذو عاوتاني اختيارات. يعني خص يكون واضح بانه ملي ما كنتجاوبش مع واحد الراي لان ذاك الراي كيخدم واحد المصلحه وواحد الحق ماشي هو الحق والمصلحه اللي باغا تخدمه, خاصه انه ما كتعطيناش الحكومه على الاقل التعليل التبرير. ماشي كل نهار, ماشي على كل تقرير, واحد المره في السنه كيخرج واحد التقرير حكومي كيقول لي ودي تلقينا كذا راي من المجالس الدستوريه ديال الحكامه, ها اللي تجاوبنا معاه, ها اللي ما ها علاش. مزيان وتولي الامور واضحه عندنا. فلا هما ما كيقولوش لنا علاش ما تجاوبوش كاع نهائيا, بل كاين الملزم اليوم المجلس على الحسابات احال ملفات على النيابه العامه. هذا ملزم, هذا ملزم. لا انا بالنسبه لي ملزم, مؤسسه دستوريه راه هيئه تحكيميه, لا ملزم, لا غير معقول بكل صدق, غير معقول وغير مقبول. طب بحال في المغرب راه القناعه اللي تكونت عند المواطنين ان اللي في السلطه كيديروا اللي بغاو, ولكن هذا راه ما كيعنيش اللي ماركاه بيديه ويعني وميك عليه الاربيط, راه ماشي العالم كله شافوا ماركاه بيديه. لا الراي العام راه يراقب, الرأي العام الوطني والدولي يراقب, راه الناس كتراقبنا وكتكون في رأيه وموقف عنا. لا لا يعقل ان مجلس على الحسابات نبداو في المرحله الاولى ما كاينش تفاعل مع الاقتراحات ديالو والاراء ديالو واللي كلها تهم الحكمه العموميه وتدبير المال العمومي. يعني بطبيعه الحال ماشي دائما المجلس على الحسابات كيعني بانه كان تصرف بسوء نيه, هو في الغالب الاراء ديالو تهم حسن التدبير يعني فقط. إذن باش نجودوا التدبير ديال المال العمومي, وحنا دولة كتقول لينا كل نهار بأن هي باغا دير باغا زعما تدخلنا للجنائي ما عندهاش الإمكانات المالية. إذن هذا راه في صلب ترشيد المال العمومي وحسن تدبيره. حنا عاود عندنا دولة يعني آخر خطاب ديال الملك على الاستثمار أشار لنا بأن المسيء للاستثمار أساسا هو المصالح الشخصية التي تتحكم
يعني في مسؤولين اي هو اللي احنا غنسميه هو بلغه اخرى هو الفساد. اذا هو سوء التدبير في المال العمومي وفي التدبير لامكانات والموارد العم. مجيس على الحسابات ما تجاوبوش مع رأي ديالو، ما تجاوبوش مع ملفات صوب مراقبات. هادو داروا التحقيق الاولي وجابوه للمؤسسه ديالهم وداز في المسطره المؤسسه ديالهم وعاد بان لهم ديك هما بالنسبه لهم هذيك لا بان لهم بان هادو راقبات، بان لهم بان خصها تحالوا على النيابه العامه. راه قضاه هادو، هادو ماشي مواطنين ولا اعلاميين ولا حزب ولا جمعيه، قضاه. الا كانوا هادو ما تفاعلش معهم النيابه العامه في قضيه يشهد العالم كله بانها تشكل خطرا امنيا واقتصاديا على وسياسيا واداريا على جميع الدول، هي قضايا الفساد. صافي النيابه العامه تتفاعل حتى مع الوشايات المجهوله المستقبل. لا صح. لا انا ما بغيتش دابا ندير ملاحظات نستغربوا لها احنا كمواطنين، ان النيابه العامه احيانا كتهبش في شي في شي في شي تدوينه في الفيسبوك دازت عليها 3 سنين و4 سنين، ويوميا الصحافه كتكتب وناس كيديروا يعني في اليوتيوب تصريحات يعني حول اشياء خطيره خطيره جدا كتهمها تشتكي منه الدوله، اللي هو الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والادماج ديال الناس والحقوق ديال يوميا، وما كتحرش النيابه. لا هذا عاوتاني سي بير، هذا ماشي واحد دار في اليوتيوب ولا كتب في الصحافه، لا هذا فاذا اش كيعني دابا الان في مقابل هذا فين كاين المفارقه؟ هو ان اليوم الحكامه العموميه فيها صعوبات كبرى، كتقول على نفسها هي الحكومه نفسها ملي كتجي الحكومه اش كدير؟ كتشكي لنا بعذرها. دابا الحكومه عموما اش كتجي دير لنا؟ ولات كتعتبر الدور ديالها هو تخلينا نفهموا الصعوبات اللي عندها، بحال كنقراو عندها في القسم زعما كتشرح لنا نفهموا. ايه هذا دورك تشرح لنا، ولكن راه لا الحل مي بيان سور، انت كتشرح لنا باش نقبلوا الحل اللي غدير، ماشي كتشرح لنا وتمشي. دابا ولات مساله عاديه جدا انه يوميا المواطن كيتواجه مع مشاكل كثيره، كتدخل الحكومه تشرح ليه هي حسب الفهم ديال المشكل وتمشي. اي حنا اللي غنفسروا هو اشياء ما كايناش الاراده في الحل، لان خصنا نكونوا واعيين بانه اي حكومه تدبر مصالح على حساب مصالح، كاينه مصالح ملزمه للحكومه وحقوقيه، المصالح الحقوق الدستوريه هي ملزمه للحكومه، هي اساس شرعيه الحكومه ونجاحها. انت ديك دستوريه ما فيهاش الاختيار السياسي، وكاين اشياء تعود الاختيارات السياسيه ديال الحكومه. اذا الحكومه ملي ما كتحركش راه كتخدم مصالح معينه ضد مصالح معينه، مزيان. اولا الحكومه ما عندهاش المعلومات الكافيه والخبره الكافيه والحلول الكافيه والاجتهاد الكافي، ولكن هذه اجهزه الحكامه راه الدور ديالها هو يا اما عندها ديجا اجتهادات كتمش ذاك المجال، او انت تقدر تطلبوا ليها. يعني ناخذوا دابا المحروقات، المحروقات خلق النقاش حقيقي في المغرب، لانه تتواتر اخبار لحد الان ما قدرتش تقنعنا الحكومه، اخرها وحيت المغرب ولات فيه بحال الحكايات تكاد لا تصدقها هي واقعيه، بحال حكايه النفط الروسي واللي ما نفاتهاش الحكومه. الحكومه دوات معنا على النساب، دابا دوات معنا على النساب، مرحبا. اذا هل دابا الحكومه واحله في هذا الملف هذا يعني، وعندها واحد الحرج ان السيد رئيس الحكومه هو الفاعل الاقتصادي رقم واحد والتجاري رقم واحد في هذا المجال، عندها هذا الحرج على مستوى القدره ديالها على الحلول وعلى مستوى المصداقيه ديال ديك الحلول والالتزام ديالها بالقواعد القانونيه في تدبير الملف. عندها حرجين كون السيد رئيس حكومه فاعل اساسي في المجال، اولا هذا كيطرح سؤال على النجاعه، وهذا مجال ديال السيد رئيس الحكومه عليه ان يكون فعالا جدا لان يفهمه جيدا انه يبتكر حلول. المساله الثانيه ما طرح علاش هو الدور المسؤول هو هذا. الالمان عندهم واحد التعريف، لا الالمان كيعرفوا لك المسؤول السياسي، هناك مشكل وهناك مسؤول على حله، هذا عندهم هذه السياسه، هناك مشكل وكاين مسؤول على الحل ديالو. اي بطبيعه الحال هذاك الحل دائما كيكون واحد الحل نسبي. اذا انت كاين واحد المجلس المنافسه راه دار واحد الراي، راه هو ماشي فقط اصدر احكاما على الشركات التي تتلاعب بالاسعار، راه عطى حلول، هذيك راه حلول للشركه والمغرب. لحد الان الحكومه رافضه ان تفعل قرارات ديال المجلس المنافسه اللي فيها احكام على الشركات خصها تنفذ، راه احكام هذيك خصها تنفذ. يعني إذا أنت واحد غدا ميلوم الناس علاش ما كيطيقوش بالمؤسسات وما كيبغوش ينفذوا الأحكام وكيضعف الولاء ديالهم، ثم ما تقولش هي كتشكي عندك مشكل وراه كاين واحد الشيء، ثم كاين عندك مؤسسات مختصة طلب منها تجتهد، ثم كاين إلا بغينا نمشيو على بعض الحكمة يوميا كنسمعوا آراء ديال عشرات المختصين
يعني في المجال ماشي اوتوماتيكيا غتنفذهم الحكومه، ولكن معنا اليوم لا عذر للحكومه، عندها الاليات المؤسساتيه ديال الاجتهاد والاقتراحات، عندها مجلس ديال المنافسه على الراي، عندها واحد الخبره، عندها سيد رئيس حكومه مختص في المجال. اذا لاحظتي معايا، فاذا المؤسسات الحكامه الضعف ديال التدبير العمومي والمردوديه العموميه وضعف السياسات العموميه هو مفارقه كبيره ما بين عشرات الاجتهادات ديرها المؤسسات ديال الحكامه يعني والاراء واحكام ديرهم، انت ما مفعلهمش واحل كوكتي وانت واحل واحل لان ما عندكش الحلول. وهادو طبعا الحال هذا ما كيعنيش هذيك الحلول هي اللي لايقه 100%، ولكن اكيد ستسعفك ستساعدك، ما كديرش هذه القضيه. نفس تجويد العمل البرلماني باش نجودوا الرقابه على العمل الحكومي ونكونوا قوه اقتراحيه ضاغطه ونطوروا التشريع والسياسات العموميه، هذه راه اجتهادات، راه بحال بيوت خبره. صحيح ان اليوم البرلمان بصدد اعداد هياكل تنظيميه لتطوير العلاقه ديالته والتفاعل ديالو مع المجالس الدستوريه، هذا صحيح، ولكن لحد الان لا الفروق البرلمانيه ولا اللجان البرلمانيه ولا البرلمانيين ما حضرش في العمل ديالهم لا الرقابي ولا التشريعي يعني الحكومه ولا في تحليل وتقييم السياسات العموميه. الحمد لله هذا الكم الهائل من التحاليل ومن التقييمات ومن التوصيات ومن المقترحات ديال المجالس الدستوريه سواء الاجتماعيه او الاقتصاديه او البيئيه او في التربيه او في النزاهه او في سميتو. فاليوم عاود جزء كبير من الصراع ديالنا من خارج المغرب. اليوم احنا 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 اليوم عندنا معركه مع المؤسسات، لا مع المؤسسات. فين هما المؤسسات اللي عندك؟ ثم مع المؤسسات كيتناقشوا معنا بالحق والباطل، كيتناقشوا معنا في تدبير الشان الداخلي. فمنين غتجيب هذه الاجوبه انت؟ الا ما غتستعنش بهيئات الحكامه باش تجود الاداء، لان الفكره الان ديال انه رجموا الخصوم ديالنا بالحجر غير كافيه. ايه المغرب اليوم اول كاي دوله عنده خصوم سياسيين وايديولوجيين، وفي اوروبا كاينه تيارات كثيره يعني تعادي المغرب يا سياسيا يا ايديولوجيا، ثم عندك منافسين ديالك سياسيا واقتصاديا انت اليوم فاعل وكتطور راسك، وهذا كنوه بالدوله ديالنا انك تطور راسك كفاعل اقليمي اساسي. اذا وليتي خصم انت الان، وليتي كتلعب في الملاعب، هذه فرق اخرى كتنافس انت وياها على نفس البطوله على نفس الكسب على نفس الاهداف على نفس الفوائد، فهي خصوم ديالك. ولكن هذه راه مؤسسات، واش عندك انت مؤسسات باش تتلاقى معها؟ ثم مؤسسات كتجيب معطيات بالحق والباطل، واش عندك واش انت كتستافد من المؤسسات ديالك وكتجودها في المردوديه؟ لو كتدفعها كاع حتى هي تتواصل مع المؤسسات اللي كيصوبوا ذاك الراي العام، لان هذوك حتى هما في الغالب راه جزء من المعطيات خصهم يكونوا عندك هذه المؤسسات. اذا ملي كتضعف انت هذه المؤسسات، اذا راه باينة اننا دائما غنبقاو في هذا الوضع ديال كتجي واحد المؤسسه كتاخذ واحد يعني سلوكات ضدنا، يا سيدي متافقين عدوانيه وظالمه وغير، وحنا كنجاوبوها وفي الغالب كنجاوبوها كنجيبوا الناس في التلفزيون يعايروها في الغالب الاعم، ماشي كنجاوبوها بالتعاطي او نكونوا استباقيين، وعندنا الحمد لله الامكانيات باش نكونوا استباقيين. فاذا اليوم اش طارينا؟ بحال اللي عندك واحد عدد ديال الامكانيات ما باغيش توظفها، كنتشكى يوميا كنتلاقى مع المواطنين كحكومه يعني وكنتشكى ليها بان عندي صعوبات وداك الشيء كثير عليا والمشاكل وانا كنحاول وتسناوني، ولكن المواطن كيشوفوا يوميا عشرات المقترحات ما كتستعمل فيها حتى وحده، اولا كدير العكس ديالها، كدير العكس ديالها اللي كيأدي بك لانك تنتج سياسه ضعيفه المردوديه على مستوى تمكين حقوق المواطنات والمواطنين والواجبات ديالو والمشاركه ديالو، او فيها هدر ديال الموارد العموميه، او فيها عدم تحقيق اهداف ونتائج التزمت بهم الدوله مع المواطنين كتباتهم. جاو في خطابات ملكيه، جاو في برامج استراتيجيه، جاو في برامج قطاعيه وما التزمتيش بهم، لانه التدبير ضعيف، وذاك التدبير جزء من الضعف ديالو، لانه ما عندوش ما يكفي من مقترحاته، او لا عنده مقترحات اخرى يجبدهم. فاذا واضح جدا بانه الطريقه والمنهجيه باش كنتعاملوا مع مؤسسات الحكامه على مستوى الوضع الاعتباري ديالهم في الدوله وفي بناء القرار العمومي وعلى مستوى الاستثمار ديالهم، واضح جدا بانه يفسر جزء كبير من العجز اللي كاين في التدبير العمومي والحكمه العموميه ومن ضعف السياسات العموميه والقرار العمومي على التجاوب مع المتطلبات ديال المغرب.